الخدمة. أنا أطلب أن توضع بريطانيا في الرادار لأن هناك تطورات مهمة في مجال الثروات يعني المعدنية النجمية، وأيضا في مجال الغاز ومجال البترول، ولكن أيضا في مجال استغلال النهر بينها وبين السنغال، فهناك تطور مهم جدا. وأعتقد أنه إن شاء الله بريطانيا ستشهد طفرة في المستقبل، وطبعا نحن نتعاون معهم طار المغرب العربي طار المغرب العربي. في قضية الشراكة اللي تكلم عليها الدكتور، اعتقد بانه هناك اكثر من مقترح. المغرب في الكوب 22 طرح ثلاث مبادرات، اثنين مرتبطه بافريقيا، واحده مرتبطه بالدول المحاطه بالانسولا. فحوض كونغو المغرب بعيد، لكن احنا انخرطنا مع في قريب ستكون قمه حوض كونغو، اعتبر انه ثاني رئه للعالم في العالم يعني، ولذلك لابد ان يهتم بهذا الموضوع رغم انه بعيد والمنطقه العربيه لكنه قريب منا. موضوع البيئه والتنميه المسلمه ما فيها بعيد ولا قريب. تلوث الهواء يعني او ما يقع في المناخ تؤثر في دول بعيده منا، ونحن نؤدي الثمن. المنطقه العربيه الافريقيه لا تؤثر الا في 4%، ومع ذلك نؤدي الثمن غالي، ولذلك لابد ان تكون هناك صحوه عالميه نساهم فيها رغم اننا نؤثر في ما يقع. الشبكات بايجاز يعني اغلب الدول العربيه موضوع الشبكات هو المونوبول للدوله، هو موضوع دوله ولا يمكن القطاع خاص، لكن موجودات الحلول كيف يمكن ان تكون شراكات مع حسن التنظيم والتقنين. الخطوره المقبله اننا سنقوم بانجازات في مجال انتاج الكهرباء والمياه، لكن الشبكات ستكون ضعيفه، وهذا كان بمعنى او هذه خطوره، ولذلك لابد من الاهتمام بموضوع الشبكات لتصريف يعني هذه المياه وايضا الكهرباء للمستهلك. اختم فاقول قضيه التنميه المستدامه قضيه اراده سياسيه قبل ان تكون قضايا تقنيه واقتصاديه. عندما تكون الاراده السياسيه من اعلى مستوى، جلاله الملك في المغرب، ملوكنا في الدول العربية الملكية، رؤساء الدول، عندما تكون قضية إرادة سياسية تأكدوا إن شاء الله ستنجح. ولذلك أنا أعتقد موضوع الإرادة السياسية وموضوع الثقة بين المتدخلين أهم مضافين إنجاح توجهات التنمية المستدامة في المنطقة العربية.